بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خوتي اينما كنتم وحيثما وجدتم، السلام عليكم في الداخل وفي الخارج. هذا فيديو خاص يعني تحت عنوان من عجائب وغرائب البيروقراطية في دائرة بن مهيدي ولاية طارف. يعني راح نشوفوا كما راكم تشوفوا يعني صورة وقصة محزنة حدثت في رمضان، يعني حدثت في رمضان لسائق أجرة، سيارة أجرة يسمى سفيان الصح، الذي فقد ابنته ذات 4 سنوات، في عمر 4 سنين رحمها الله، وتشوه الابن 6 سنوات، عمره 6 سنوات، إثر حريق بسيارته. في اتصال عائلي من أقرباء هذا السيد الزوال المسكين يسردون ما حدث. الحادث وقع في بلدية الشط دائرة بن مهيدي ولاية الطارف، حيث تعرضت السيارة إلى حريق فور خروجه من المحطة ولم يستمر منها شيء، هو تحرق، أبناؤه وحتى الوثائق نتاعو. فالفتاة بنت بقت 4 أيام في المستشفى وتوفيت. الابن تشوه ومصاريف العلاج أثقلت كاحل الوالد لعدم قدرته المادية. لكن العجيب هو بيروقراطية إدارتنا، يعني البيروقراطية إرهاب الإدارة. تحرقوا له السيد هذا الأوراق تاعو داخل السيارة، مات بنته، وليده في حال يعني يرثى لها الآن، أو مسكين معه تشوه، يعني عنده يدو راه شغل معاق، وجهه تشوفه كي راه تشوفها داير يعني، وكيف يعني سبحان الله الأوراق تتحرق له داخل السيارة. يعني لحد الآن يعني تقريب 4 شهور نزل البرمي تاعو ما عطاولوش. يعني سبحان الله، لماذا التعجيز هذا والتيئيس المواطن البسيط كره له حياته؟ يعني هذا يعني عيب، يعني سبحان الله، هذا المفروض يساعدوه، المفروض يسمعوا له، المفروض يعاونوا هذا اخوكم. يعني سبحان الله، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انتم راكم مسلمين وغالبيه ربما تصلوا في الصف الاول، يعني هذا اخوكم زوالي مسكين، يعني صارت له حادثه، المفروض توقفوا معاه، تتكاتفوا معاه، تعاونوا بوجه الله. يعني ابسط الاشياء، يعني شوف من الكوارت البيرمي تاعو رمضان، احنا في الدول المتقدمه راح لك البيرمي يبقى ديتا، ما تبعث والو، تبعث خلص يبعثوك البيرمي، سمان يكون عندك البيرمي ولا على الاقل. دوك هذا مسكين زوالي ما عنده لا بيرمي لا والو، وهنا في الدول هذه تقدر تسوق بلا بيرمي، حتى يجيك اللي يعطوك ورقه وتسوق بلا بيرمي وحتى يجيك البيرمي تاعك. يعني هذا يعني مش هذه بيروقراطيه؟ هذه يعني مش عيب عليكم؟ تقول الله يا اهل، يا ناس اللي راكم تخدموا في دارة بن مهيدي، السيد هذا عطوا له البيرمي تاعو، خلوه يسترزق، خلوه يخدم على وليده باه يداوي وليده، عاونوه اذا انتم ما عاونوه، جيبوا له الدراهم ودخلوا له السبيطار. والله يعني فعلا عجزنا عن التعبير، لا حول ولا قوه الا بالله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اللهم ارحمها واشفي اخاها المصاب، كان الله في العون، لا حول ولا قوه الا بالله. خاوتنا هذا الفيديو، خاوتنا ماذا بكم ان تبلغوه الناس لصحاب ولايه طارف، وبخصوص المسؤولين عن دائره بن مهيدي. وجزاكم الله خير، هذا عمل يعني خير لوجه الله. السلام عليكم.